مرحبا يا أصدقائي، كيف حالكم اليوم؟ سأروي لكم قصة ليلى والذئب لمرحلة الأف أسأل. هيا نبدأ سويا. في يوم من الأيام أرادت ليلى أن تزور جدتها المريضة. ليلى: وداعا يا أمي، أنا ذاهبة إلى بيت جدتي لأطمئن عليها وأقدم لها بعض الكعك اللذيذ. إلى أين أنت ذاهبة يا ليلى؟ إلى بيت جدتي لأطمئن على صحتها وأخذ لها الكعك اللذيذ. ما رأيك أن تقطفي لها أيضا بعض الأزهار وتقدميها مع الكعك؟ فكرة جميلة. سوف أذهب إلى بيت الجدة، أنا هنا. افتحي لي الباب أيتها الجدة. وصلت ليلى إلى بيت جدها. مرحبا يا جدتي. لماذا أنفك كبير؟ لكي أشم رائحتك الجميلة. لماذا أذناك كبيرة يا جدتي؟ لكي أسمعك بها. لماذا فمك كبير؟ لكي آكلك يا ليلى. النجدة! 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 أتى السيارة. اذهب اذهب يا ليلى أيها الذئب، اذهب. هيا هيا. شكرا شكرا لك أيها الصياد، لقد أنقذتني أنا وجدتي من الذئب. مرة أخرى سوف أسمع كلام أمي وأخذ الطريق الصحيح ولن أذهب إلى أي مكان آخر. وأنتم يا أصدقائي يجب أن تسمعوا كلام والدتكم. هل أعجبتكم القصة؟ إلى اللقاء.